طيب نحكي عن البيكس ان ديماند. اذا عندي اي سيرفيس، السيرفيس هاي بدي احاول اغطيها. فمثلا لو جينا طلعنا على مثال، ايش في عندنا مثال مثلا بيمثل بيك ان ديماند؟ خلينا نحط مثلا الببليك ترانسبورت. لو جينا حطينا الاوقات خلال النهار، حطينا مثلا هون 7 8 9 لحد مثلا هون الساعة 4، راح نلاقي هون حطينا مثلا number of. طب بلاش نحط public transport، خلينا نحط transportation system. انت البيك سنة ولا بطل عندنا بيكس طول النهار؟ طيب لو اجينا قلنا هون مثلا مدارس وجامعات ودوام، رح نيجي نلاقي مثلا number of، او خلينا نقول density of cars. density of cars حطينا مثلا بعرفش قديش عدد السيارات مثلا للمتر المربع او 10 متر مربع، رح الاقي عندي بيك مثلا سنتيمتر. شو يعني؟ معناها هون عندي انا المشكله، وطبعا اذا كملنا، وهي يمكن النقطه المهمه، خليني اكمل لنص الليل وثاني يوم، راح الاقي مثلا هون يمكن برود بيطلع البيك مثلا لاحظ بس اشوف الشباب هذول بس قول لهم عمالهم يطلعوا البيك اذا سمحتوا، بس على الاقل ما يضحكوش اول رجل شوي. هي هذا هيك اذا طلعنا على البيك هذا. طلع هون خلينا نحط مثلا هذا الوقت يكون هون هاي 4، خلينا نقول هاي هون 6، خلينا نفترض هاي 10 بالليل وهي نص الليل. هلا مشكلتنا الاساسيه لو انا اخذت الافرج تبع هذا يمكن ما يكون عندي مشكله، يعني لو قدرت اقنع كل هدول الناس انهم يوزعوا الجيرنيز تبعتهم، لو اخذت الافرج تبع هذا الرقم نحطه بلون ثاني، نحط هدول بلونين ثانيات مثلا، تقريبا قديش الافرج لو اخذنا افرج؟ لاحظوا هون شوفوا قديش قليل. لو جيت اخذت الافرج خلال النهار كله، بس ما بنفع اصمم على هذا الافرج، مزبوط؟ لو بدي اصمم على ال 24 ساعه الافرج بال 24 ساعه، معناها عمالي بقول للناس هون رح يكون في معاناة شديدة. وهلا الناس بدهم يعملوا شغلتين، يا اما بصر يضل يستعمل نفس الوقت اللي هو بيستعمله وراح يعاني من معاناة شديدة وتأخير شديد، او ايش بده يضطر يعمل؟ يضطر يخلي الجم. هلا مش سهل يغير الجيرني تبعته، في جيرنيز ممكن اغيرها بس في جيرنيز صعب جدا اغيرها، مزبوط؟ اذا انا مرتبط هون بجامعة او شغل مثلا وفي عندي شيء معين هون لازم اعمله مضطر اعمله بهذا الشكل. إذا قدرت إني أقيم البيكس أشجع الناس يشيلوا البيكس، مثلا كيف ممكن أخفف من البيك تبعت الساعة 8؟ ممكن أجي مثلا أخلي بداية الجامعات على 9 مثلا والمدارس على 7 أو على 10 مثلا، فببدأ أقتل في البيك هذا من هون. عارفين ليش أنا عندي مشكلة؟ أنا هون قاعد السيستم عندي ما بعمل إشي، مزبوط؟ بس أنا ما بقدرش أقول للناس اطلعوا الساعة 1 الصبح. هاي مشكلة موجودة في كثير شغلات. هلا في عندي حلين، يا بحاول أنا أتخلص من البيكس، وبتخلص من البيكس ممكن بشجع الناس يستعملوا وقت ثاني عن طريق التارف مثلا، التارف يعني التعرفة، أو إني بدي أضطر آخذ هذا الديماند وأحط له إشي تمبري، إشي مؤقت إذا بقدر. في الحالة هاي ما بقدرش أغير الشارع بلحظة معينة، بس في بعض الأشياء ممكن أضيف لها الديماند. إذا مشكلة البيكس، إيش في أمثلة ثانية على أشياء فيها بيك؟ ايش في عندنا مثال بعطيني بيك بيعمل بيكينج في اوقات معينه وفي اوقات معينه بيكون خفيف جدا الطلب؟ مثال من حياتنا العمليه. السير، هو السير هيو هذا رود ترانسبورت. نعم الانترنت ممكن، تمام اوكي ماشي. لو قلنا هون انترنت سيرفيسز، اي اذر اكزامبلز، انترنت سيرفيسز ايش كمان؟ في مثال مهم مهم جدا لازم تعرفوه. نعم لو مطعم معين. علي صوتك. لو مطعم معين. مطاعم اوكي ماشي. سيرفيسز يعني بشكل عام
زي مثلا restaurants مثلا post office. ايش كمان في اشي غير هدول؟ كهرباء. كهرباء احسنت ممتاز. electricity هاي مشكلة كبيرة لشركات الكهرباء. ايمتى البيك تبع شركة الكهرباء تقريبا؟ العصر المساء لما الناس بده يروحوا تقريبا، خصوصا الشتاء. بالشتاء مثلا يمكن يكون البيك حوالين الساعة 5 5 لل 8 تقريبا، هذا شدة البيك يكون الناس مروحين. الساعة 3 الصبح ما في. ولذلك الكهرباء من الأمثلة. والترانسبورت خلينا نحط القطارات هون، ترينز، الطيارات طبعا كمان، بلينز، وأشياء أخرى. إيش ممكن أحد الأشياء أعملها؟ هون هاو فكرة ذكية. هل بقدر أشجع بعض هدول الناس يستعملوا هاي السيرفيس في وقت مختلف؟ زي مين؟ مرخص للترينز. تمام. هلا القطارات سهلة عمليتها. باجي بقول لك أنت إذا كنك طالب ومفلس وبدك تسافر في وقت معين، بيعملوها كثير في أوروبا وهذا الطلاب بهجموا عليها. باجي بقول له احجز قبل بشهر بهذا الوقت وبعطيك شيء مرخص، يمكن تاخذ ثلث السعر. بس بدك تسافر في وقت سيء مثلا، نفس الشيء الطيارات، بتشوفوا الطيارات يا اما خلال السنه يا اما خلال النهار. مو في بيكس، هاي الدوره احنا حطيناها 24 ساعه، بس الدوره مش شرط تكون 24 ساعه، شو ممكن تكون كمان؟ بتكون شهريه، ممكن تكون اسبوعيه، بتكون سنويه. في عندي اشياء بتصير سنويه للهاي، نفس الشيء الديماند للكهرباء مثلا، البيك في الصيف والبيك في الشتاء. قليل لا تشوف بيك في الخريف مثلا والربيع، اقل في الصيف عشان الكونديشنينج وبالشتاء عشان التدفئه. شو ممكن اعمل اذا؟ ممكن استعمل التاريف ستراكشر، فممكن اجي اون يعني ميثودز طرق. او ميثودز اوف ديلينج. With peaks in demand. ايش يعني peak؟ بيك معناها قمة جبل، بس هو معناها بيك، احنا اللي ماخذين هذا اللي هون البيك. إذا أحد الطرق إني أعملها إني أستعمل أشجع أحط تعرفة عشان أشجع الناس يستعملوها. كهرباء كيف ممكن أعمل كهرباء؟ تمام. هلا مشكلة الكهرباء شو بيعملوا في بعض الدول؟ بخلوا الناس يستعمل يكون عنده عدادين، عداد للبيك غالي وعداد اوف بيك، بس عداد الاوف بيك ما بيجي غير بفترات زمنيه معينه. بيشتغلوا الاثنين، بيشتغل هذا وبيشتغل هذا، فبتحول الديماند تبعه. فبامكانه في اشياء معينه مثلا لو بده يغسل يكون مجهز الغساله وشابكها على شابكها بحيث ما تشتغل بفتره زمنيه معينه. وتكون الكهرباء بتيجي بدفع عليها كميات اقل، او بيخزن الطاقه، بيحاول يخزن الطاقه بطريقه معينه بالفترات اللي فيها اوف بيك. طيب والطريقه الثانيه ناخذ المطعم. شو ممكن يعمل المطعم؟ مباشرة المطعم أسهل شيء عنده يعمل، ممكن يعمل الترف. المطعم ممكن يعمل الترف، يعطيك هابي أور أو شيء زي هيك، في شيء زي هيك. يجي يقول مثلا تعال بالفترة هاي بخصم لك بعطيك خصم. لكن ممكن كمان ايش يعمل؟ ممكن يجيب ستاف إضافيين، يجيب ستاف مؤقتين. هو بس بيجي عنده واحد بيشتغل بس كل يوم الظهر مثلا، بيجي بارت تايم بيشتغل ساعتين. ممكن أعمل هيك، أو أحط قطارات إضافية مثلا خلال الفترة هذيك. هاي الطريقة الثانية. إذا هون temporary staff أو resources during peaks. هدول هم الطريقتين اللي ممكن نستعملهم بحيث إنه نواجه هاي مشكلة البيكس اللي موجودة. وفي أمثلة تانية من البيكس في تطبيقات تانية.